سيد الرئيس، من غير المستحيل أن تتواجد يوما ما الجزائر في ماليا عسكريا. أقصد احنا الفلسفة نتاعنا تعجيشنا أننا ما ندخلش في المستنقعات، أننا ما نخرجش الجيش تاعنا خارج، لأن جيش شعبي. احنا ما عندناش لفيف أجنبي، ما عندناش ناس اللي ممكن نضحي بهم مقابل المال كما الناس اللي راهم في مرتزقة في ليبيا وفي غير ليبيا وفي كذا. احنا هادو جزائريين، لازم الموافقة نتاعهم أولا، ولازم الموافقة نتاع البرلمان نتاع ممثلينهم وكذا، باش نجم نخرج في مهمة تاع أمن، حفظ الأمن اللي ماشية مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، باش ندخل في مستنقع. راني نقول لك حنا قلناها للدول الصديقة أن الحل ماهوش عسكري. اليوم شوف، اليوم ناخذ مالي، لما الجزائر جرمت الفدية وهما يعطوا الفدية، الجماعة الإرهابية، إيه دوك جماعة إرهابية اللي عندها 300 مليون أورو، تمشي لأي قرية، أي مواطن اللي ما عنده والو، ما عندوش حتى القوت اليومي تاعو، يقولوا أرواح نعطوك 20 أورو في الشهر، شهر أورو بالنسبة ليه راه يمشي يخدم معاهم. تاك علاش نجرموا فيهم؟ اليوم القضية راها قضية فقر، قضية كاد الفقر أن يكون كفرا. إذن الحل ماهوش، جربوا الحل هذا ما مشاش. احنا نعتقد وفي فلسفتنا في محاربة الإرهاب أن الإرهاب يخصك كي الحوت تنحي عليه الماء، كما قال ماو تسي تونغ، فو فيدي لو بواسون يلقى وحده، بور فيدي لو يفو ديفلوبي، عاونهم. احنا في كيدال مع وزير الخارجية السابق داروا اجتماع في كيدال، قلت له التزم، انا نلتزم معاهم باش نبني مدرسة وندير ان فوراج بور لو بوطال ونبني مستوصف. بالاقل تفيد جماعة تاع كيدال بشي حاجة. نفس الشيء بالنسبة للتساليت، نفس الشيء بالنسبة للقاوة، نفس الشيء بالنسبة. وحنا الحل تاعنا، الحل بالنسبة للمالي هو إعادة إدماج شمال مالي مع جنوبي. اليوم لازم في الجيش، في الإدارة، في بارمي لي غوفرنور، بارمي فو كيليا دي جون دو مالي دو نور مالي فرونتالي، لأن رافضين رفض قاطع أن يقسم المالي شعبا أو أرضا، موحد أرضا وشعبا. زين سي سا لي زاكور دالجي، فو انتيغري لي جون. احنا مستعدين نلعبوا دور في هذه الامور هذه. السيد الرئيس كان قائد اركان بقياده الاركان الامريكيه في افريقيا الافريكوم، جنرال توسند زار الجزائر مرتين في اقل من سنه، يعني ماذا عن العلاقات مع الولايات المتحده، العلاقات العسكريه، وهل هناك تعاون مع الافريكوم؟ في تعاون مع الافريكوم ما دام قايمين بالمهمه اللي قايمين بها، ماهيش مهمه استعماريه، ماهيش مهمه تسلطيه اولا. ثانيا باعتراف منه في التصريح نتاعو ان العلاقات مع الجزائر تتحسن يوميا. ماناش اعداء تاع الولايات المتحده، احنا اعداء النظريات بعد التصرفات. كاين الولايات المتحده بالنسبه لنا دوله صديقه ومعترفه بالدور نتاع الجزائر، الكلام تاعو مش كلام تاعي. نسوما ان بي ستابيليزاتور كي ستابيليز لا بي، كي ستابيليز لا ريجيون، سي با ريان، با ريان. والولايات الاخرى تربطنا بهم علاقات طيبه جدا من وقت التاريخ، كنا احنا الدوله الثانيه اللي اعترفنا باستقلال الولايات المتحده. هذه بغض النظر على مختلف اتفاقيات نتاع المرور في البحر الابيض المتوسط. شوف روح الميزه تاع المجاهد، شوف الكوابيس اللي عطاهم الاخر جورج واشنطن للامير عبد القادر. علاقات قديمة وعلاقات ماهيش عدوانية. وما ننساش بلي الولايات المتحدة تاني كانوا مستعمرة انجليزية. الدولة الوحيدة اللي شادين زعيمها، وهذا نعترفوا لهم بالجميل مدى الحياة، ان عندهم مدينة مسمينها الكادر على الامير عبد القادر، مسمينها حتى على واحد اخر، ودرنا لها الجملاج تاعها مع معسكر. داير دولتين، وفي الدولة الأخرى المكسيك
اللي في اكبر ساحه دايرين اللي في الاستراتيجيه الامارات قاده. سيد الرئيس، هل التعاون العسكري مع امريكا سيتعزز مستقبلا؟ يتعزز على حسب النظريه نتاعنا احنا هنا. لو دروا دو سيرفال، لو دروا دو ريفيولينغ، لو دروا دو سيسي، هذه كاع ما عندنا فيها حتى عقده. باش نشارك حنا ما نشاركش. لا هو. باش نعطوا قاعده في التراب تاعنا، تراب مقدس. واش تاعنا احنا؟ احنا ورثناهم الشهداء. احتراما لهم تكون حتى قاعده اجنبيه في الجزائر. لا لهم ولا لغيرهم. امور واضحه هذه، احنا سياستنا واضحه لدرجه وين حتى الصبي في الجزائر يعرفها. نو سوم تري ترونسبارون. سوم تري ليزيبل. كونت يا ان ايفينمون انترناسيونال كيلكونك اون سي كومون فارياجي لالجيري. وهذا يكفينا. دير عندنا مبادئ صلبه ما تتغيرش. سيد الرئيس، كان هناك حديث عن ان اسرائيل تبني او تنوي بناء قاعده لصناعه طائرات سياره، طائرات مسيره، درون انتحاريه سويسيدار في المغرب، يعني هل هذا الموضوع يقلق الجزائر؟ ما يقلق ما حتى شيء، وهذا شيء جديد قديم. سي با دوجوردوي سادير. سيد الرئيس، التوترات الاخيره بين الجزائر والمغرب. احنا المهم صراحة بعبارة شعبية، اللي يحوس علينا يلقانا. سلوي كي نو شيرش نو تروف، نو نشيرش اون بيرسون. حنا نعرفوا قيمة تاع الحروب. راني نهضرك على ملايين شهداء. حنا شعب مقاوم. ونعرف قيمة الحرب، ونعرف قيمة البارود. سمعت؟ من ما مشى حتى لتوارك. ولا الحراك باش ما يقولوش نسيت. سمعت؟ سي هذاك علاش ما نبغيش الحرب، نحبوا السلم. خليني نقول لك المستعمرة الوحيدة اللي دامت فيها المقاومة 70 سنة. 70 سنة كونت إيزون فيتي لو سنتونير دو لا كولونيزاسيون، سا لو فازي كيلكو زاني برك اللي حبس الحرب. إذا ما نحوسو اون شيرش بيرسون، بصح اللي حوس علينا راه يبدا هو والله ما تنتهي. ونقسم بالله كرئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه، ما نتعدى على حد، اللي تعدى علينا يندم على النهار اللي زاد فيه، لان احنا ما نحبسوش. تكلار. السيد الرئيس، التوترات بين الجزائر والمغرب شهدت ما يسمى بوساطه من بعض الدول وبعض الشخصيات البارزه. ما تعليقكم على هذه الوساطه؟ ما نقبل حتى وساطه. قبلنا حتى وساطه، ووزير الخارجيه لما مشى للاجتماع تاع رؤساء الخارجيه تاع الجامعه العربيه، كان تراسها انسان طيب جدا ونحترموه، وزير الخارجيه الكويتي، في البدايه قال هذه النقطه لا تدرج في جدول الاعمال. أو ما تساويش بين الجلاد والضحية، بين المعتدي والمعتدى عليه.